مرحب أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير الكاري بالدجاج والبطاطا. وجبة كتير كتير رائعة وسهلة وسريعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا أول شي كيلين جوانح، راح نحط فوقهم ملح. بسم الله. كمان بحط ملعقة صغيرة بهار الكاري وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة عقدة صفرة. بخلطهم مع بعض منيح. بعد ما خلطتهم هلا عم حم الزيت، بدنا نبلش قليب الجوانح. بس حم الزيت عنا بحط جوانح. بسم الله. بعد ما قليت الجوانح نص قلي بدي اقليهم، ما بدي اقليهم قلي كاملة. قليتهم 10 دقايق، هلا بشيلهم بحطهم بصحن. نقليهم قلي نص قلي مش قلي كاملة، عشان هيدا بس نسلقهم مع البطاطا ما يفرطوا. الباقيين بنرجع بنكفي مع بعض. بعد ما قليت الجوانح نص قلي، هلا عنا زيت نباتي 4 حبات بندورة حجم وسط، قشرتهم وقطعتهم بهيدا الشكل. عندي نص كوب المقاس حليب جوز الهند. كمان عنا بطاطا قشرتها وقطعتها بهيدا الشكل، اكيد غسلتها كمان. وملعتين صغار بهار الكاري، ملعقة صغيرة عقدة صفرة كركم، ملعتين طعام شراب، وكمان مكعب ماجي. الماجي أنا عاملة فيديو للماجي كيف بنعمله بالبيت، رح حط لكم رابط الماجي آخر الفيديو. وكمان عنا هوني ملعقة صغيرة فلفل أسود حاب، ملعقة صغيرة كبشة قرنفل، عود قرفة، 3 حبات هيل، 3 ورقات غار، وبصلة حجم وسط، 4 حبات ثوم، وملعقة طعام زنجبيل. لنكفي مع بعض. بحط زيت نباتي، حطيت حوالي 4 معالق طعام زيت نباتي. بحط البهارات كبشة قرنفل الهيل القرفة الفلفل الأسود، بقليهم شوي على الغاز. بس قليتهم حوالي دقيقة، هلأ بحط فوقهم البصل، الثوم، الزنجبيل. كمان بقليهم مع بعض. ريحة البهارات عن جد كتير كتير روعة. بس قليتهم شي خفيف صاروا بهيدا الشكل. هلأ بحط فوقهم البندورة. الشراب والماجي، كمان البهار والعقد الصفرة،
حط نص لتر مي، 500 ملي مي، هلا بتركن يغلوا غلوة خفيفة بنرجع منكفي الباقي. هلا بحط البطاطا، كمان جوانح، بحط جوز الهند، حليب جوز الهند، مي، كمان رح احط 500 ملي مي، وبحط ملح، ملح عالذوق مثل ما بقلكن كل مرة. جوز الهند بيعطي كتير كتير نكهة طيبة بهيدي الأكلة. رح احط بعد كمان 250 ملي مي. هلا بغطي الطنجرة وبتركن يغلوا مع بعض ليستوي الدجاج والبطاطا. بدي اعمل انا وياكن الرز. عندي بالطنجرة 4 معالق طعم زيت نباتي، كوب رز غسلته وصفيته، ملعقة صغيرة كركم عقدي صفرة، ملعقة طعام ملح، نص ملعقة صغيرة بهار فلفل اسود حب، ونص ملعقة صغيرة كبشة قرنفل. بحط البهار وكبش القرنفل مع الزيت، بقليهم شوي على الغاز. بس قليتهم حوالي دقيقة، هلا بحط الرز. كمان حط كوب مي، كل كوب رز بسمتي بحط له كوب ونص مي. هيدا نص كوب كمان. بنحط الملح والعقد الصفرة، بحركن شوي، بتركن يغلوا مع بعض. بس صار الرز بهيدا الشكل فيه مي شي بسيط. هلا بخفف الغاز على الواحد اخر شي، وبغطي الطنجرة وبتركن حوالي 7 دقايق ليستوي عنا الرز. هيدي طبخة الكاري بعد ما غلت نص ساعة. هلا بطفي الغاز وصارت جاهزة للتقديم. بعد نص ساعة استوت البطاطا منيح، شفتوا لون المرقة شو كتير رائع، عشان حطينا فيه حليب جوز الهند بيعطي نكهة كتير روعة. هلا بحط بالصحن، بسم الله، هيدي طريقة الكاري مع البطاطا والدجاج. بتمنى ان شاء الله الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.